نشوف المقادير على الشاشه. سر امريتال خلايا لصباح الكل كمان لإلك هلا مصبي على الباقي الاشخاص، ولكن خلينا ناخذ مقادير الكنابيز. كنابيز اليوم التوست بالسلامي بنحتاج لهالمكون او على لهالطبق قطع من التوست، جرجير سلامي عادي او مدخن، جبنه كريميه، بندوره كرزيه. صحيح. شو كمان بنحتاج؟ بس هاي مقادير بس قليله بتعمل ما بتكلف يا جماعه، بس شو هي مشخصه وهيك شايفه حالها غير شكل. رح نجيب قطع توست. اسراء العناني صباح الفل كمان لإلك. صباح حمر. في قطع بالسوق توست بتفرط مع محمد بس ما بتفرط مع حوله، السبب انه هذا خبز توست بالحليب مكتوب على الكيس بالحليب. نعم هذا بحبه. بيكون كثيف ثيك مضغوط ما بفرط، هذا اللي بنعمل فيه كل شيء بتشوفوه على شاشه يوم على شاشه التلفزيون الاردني مطبخ يوم جديد، هذا هو اللي هو بالحليب اللي ما بفرط، اللي موجود بالمخبز هو كثير هيك فلافي بفرط، يعني انت بتاكليه بتصير تحتحت صح؟ هذا هو السبب انه هاي بالحليب، هاي اول شغله، رح نجيبها زي ما هي بس فلافي بنفس الوقت يس. صراحه خفيف وزاكي رح نحط شوبك العجين بالنص ورح ابلش اضغط لفوق ارجع لتحت بهالشكل. بدنا نرققها شايفه؟ ما فكفك معي، اللي مكتوب عليه بالحليب هو اللي رح يمشي معك لكل شيء، حتى لأم علي للحلويات لعش السرايا، هذا كثير احسن. رح نرجع من الجهه الثانيه بس هيك. هلا اذا مديتها كثير أليكس شو رح يصير فيها؟ رح تتمزع. تمام، بعدين رح اروح اجيب من الزاويه للزاويه، لما يطلع معي مثلثات بهالشكل باستخدام السكينه صار عندي مثلث صح، بعدين بدي ارقعهم على بعض. رح اجيب طرف على الطرف بهالشكل واخليهم يمسكوا بعض بعود خشبي، وعشان ما يفكوا كمان اضمن اذا فرطت العود الخشبي ما مسكها، اجيب صينيه كب كيك واوقفها بهالشكل. يلا ها رح نلفها مع بيلكم لما تشوفوها. شوفوا هالاختراع، تيجي انت على البوفيه بتنبهري باللي عاملين لك اياه، ولكن هو شيء كثير بسيط. تمام. معاذ صباح الفل، ميرنا فعوري صباح الخير يا ميرنا. معاذ أبو قديري يسعد صباحك من الكرك. طب معنا اتصال قبل ما نصبي على الباقي. أم وائل صباح الخير يا أم وائل. أهلين صباح النور، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله، كيفك كساندرا؟ أنا منيحة، أنت كيفك يا أم وائل؟ الله يسعدك، الله يسعد هالصباح ما أحلى. تسلم يا حبيبة قلبي بمتابعتكم. الله يسعدك. كيف الشيف علا؟ يعني احنا مناح بعد هالاصوات الحلوه وهالشعب الطيب ما ضل شيء. بدي اوجه تحيه لبناتي وفي كندا ولاخويا ومرت اخوي بنات اخوي في اربد. ان شاء الله بيضلوا لك يا أمر. احلى تحيه خلي لك اياهم. اهلا وسهلا و100 مرحبا. شوفوا هاي ولا ترشيها ولا شيء، الخبز بشم النار بسرعه. شو يعني؟ يعني بلقط النار الفرن بسرعه، فانا فورا فورا بفوته وبطلعه. يعني تقريبا صينيه الخبز هاي ما بتاخذ معي دقيقتين أليكس، لما بتطلع من الفرن رح تطلع معاكي. بنحطها بالفرن هيك بدون ما نكون حاطين عليها ولا شيء، بس الخبزه نعم تحت الشوايه رح تطلع. شوفي كيف رح تطلع معاكي سخنه، اذا شلتيها فورا وهي سخنه بترجع بتفك. خليها تبرد. تبرد يعني؟ ايوه عشان تاخذ الفورما، تاخذ الشكل. احنا حطيناها بس عشان بدك تثبتيها. يس عشان تتحمص شوي وتاخذ الفورما. ها ما بتفك طلعي. فانا هيك بروح بحط فيها سلطه تونه، بحط فيها كريم تشيز، بلو تشيز، بحط فيها افوكادو، جواكامولي مثلا، بحط فيها بيبي شريم. يعني احنا بالحشوه من اي شيء بدكم اياه بنروح بالحشوه. اسرحي بتفكيرك زي ما بدك، انا رح اعمل لك هيك شيء بسيط ومتكتك ما يكلفني ولا يكلفك. صدقا للامانه كنا نطلعه للبوفيهات بمبالغ، ولكن زي ما انت شايفه وضع جدا بسيط وسهل. رح نستخدم كريم تشيز. هلا بنشوف كيف ممكن تطبق لنا اياها مع شبت مع جوز يعني. وانت بتشتغلي بيطلع معاكي افكار، بس شفتوا كيف الطريقه وطريقه التقديم؟ يعني هاي فكره من الافكار اللي ممكن تعملوا الحشوه زي ما بدكم بالمتوفر عندكم يعني، ولكن كمان هاي فكره التوست رهيبه. عايده ادريس صباح الخير يا عايده. امبراء دويكات صباح الفل اهلا وسهلا. في منه هذا الخبز اسمر علاء طبعا
في منه اسمر اذا بدكم يعني اذا في حدا بحب كمان بالخبز خبز الاسمر ما بعرف اذا بيزبط بنفس الطريقه طبعا أوكي. طبعا تقدروا تعملوه شايفين قديش هيك شيء هيك مرتب زيكم وحلو بعدين راح نروح كيف بدي الف السلامي مع الجرجير راح نجيب ورق جرجير وراح نجيب قطعه سلامي عادي او مدخن والمدخن كثير اطيب كثير اما بتشتري مبكت او بتشتري من الدلي راح نجيب حبه السلامي هاي شوفوا معي راح افرش عليها ورقه الجرجير يلا ناخذ ميوزك يلا يلا